ايه يا بابا الروقان ده؟ انت قاعد هنا كده وانا مستنياك فوق. الشارع هدي، أم كلثوم خطفتني، قلت أقعد مع نفسي شوية. طب ما شاء الله بقى، انا هحضر لك عشوة من اللي قلبك يحبها. اسمعيني، هطفي واقفل. ماشي، متأخرش عليا. يلا يا بابا اصحى، انا جبت لك الفطار والشاي بلبن كمان. بابا يا بابا، بطل دلع بقى. يلا بابا 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 بابا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله. صدق الله العظيم. شد حيلك يا لبنى، بقية في حياتك. عاوز يا معلم زيزو، يعني السؤال المهم، احنا يعني بطلنا نشتغل في الصيني ولا يعني مستنيين لغايه الانتخابات بقى تفتش وبعدين كبل؟ نعدي بس الانتخابات ونخش على الشغل التقيل. قولوا لي بقى، انتوا صرفتوا كام وفاضل كام؟ انتوا صرفتوا كام وفاضل كام؟ صرفت دول ايه اللي معاك؟ دلوقتي حسابات دي صح؟ بقى الحساب صرفتوا بقى كام وفاضل كام؟ انت كان معاك كام؟ خمسة وخمسين ألف معلم زيزو. صرفنا شوية منهم على البروترات. أيوة، وحط عليها اسمها البوسترات. أنت بقيت راجل كبير، عيب يعرف الكلام. البوسترات والباقي بوسترات بقى معلم زيزو، يعني ظبطنا للدعاية والإعلام وعربنا بقية الناس لشغل بكرة إن شاء الله. ودي اللي فوتيلا بتاعت العربيات والسواقين اللي هو بيلفوا دول في الحبلة وشأكلهم وبتزيدهم وسجايرهم، وكان في ميزانية كده للأرضيات عشان السواقين الإيه؟ الأرضيات البرشاب يعدل بقى عشان السواقين ما تجزش على بعض كمان مكيفهم. طب بعمل لهم ايه؟ كيف علينا حق؟ ودول ايه؟ ودول بقى الفلوس. طيب خلي الباقي معاك، ربنا يبارك لك يا معلم زيزو. طول عمرك ياض مستهلك. خليهم يا جدع، انت تستاهل ياض. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ هظفر الدكتور ده. ظفر على مين يا ابني؟ بتقسموا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انتوا بتقسموا ايه ده؟ عايز ياخد الفلوس كلها. لو انتوا بتقسموها على بعض، مش انت قلت كده يا معلم زيزو؟ خد الفلوس. انا قلت كده؟ انا قلت خد الفلوس؟ قلت ايه طيب؟ انا قلت خلوها معاكوا، خلوها معاكوا. طب ما قالش خدوها اهو. خد منها قرشين كده، روح هات لكم هدوم. خد دي ده بتاع عشان احنا هنقطع بعض. طلع 600 جنيه كل واحد، 300. على كام هو كام؟ 700 جنيه.
دلوقتي اللي تستعر من اللبس بتاعنا يا معلم زيزو. اللبس اللي انت بتستعر منه ده لبس الشرف والأمانة، لبس صراع الإنسان مع أخو الإنسان، لبس صراع الإنسان بين العاطفة والواجب. هو أكيد طلب له الشرف بالدهول مع البهدلة. امشوا خسارة. ها؟ اتوكلوا على الله وعايزها تولع بكرة بإذن الله. عاد احرقها لك بجاز. ايه اللي هتولع؟ يلا هديك 400 جنيه. ومش تاخد. تعال تعال تعال. طب ما تمدش ايدك طبعا. تعال تعال اطلع. انا قال لك تعال تعال تعال. كل سنة وانت طيب. مناسبة الذكرى السنوية للقبض عليك. انا بصراحة مش مصدق ان في سنتين عدوا بالسرعة دي. والله يا عمرنا كله ممكن يعدي واحنا قاعدين نتفرج كده. اه كلامك ده براه حاجة انا فاهمها كويس. انا بقى اللي مش فاهمة. مش فاهمة ايه بالظبط؟ نتيجة نقلبها مواجهة كده ونخلص. ومين قالك ان انا عايز اخلص؟ انا كل الموضوع ان انا عندي ظروف. وانا من حقي افهم ايه الظروف اللي انا بدفع تمنها دي. ممكن لو بتحبيني زي ما انا ما بحبك ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي. اخوك مش موافق على جوازنا، شايفنا اقل من مستويكم صح؟ اه جينا بقى للكلام اللي لا يقدم ولا ياخر. بص يا نسمه، انا بصراحه ما عنديش اي استعداد ان انا اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يا سلام، هو المفروض ابقى قاعده ساكته كده سنتين 10 وخلاص. نسمه انا مخنوق وزعلان ومش ناقص اي حاجة. وانا يصعب عليا زعلك، بس انا كمان لازم افهم. يعني انا كمان ليا عمر افتراضي، لازم في العمر ده اتجوز واخلف، مينفعش ضيع كل حاجة. بقيتي تتكلمي زي البنات اللي كل همها الجواز والخلفة وبس. ما هو انا بنت عادية، واكيد الكام كتاب اللي انا قريته ما حولنيش لجيفارا. ولو انت فاكر كده بصراحة انا لازم افوقك. طب بس بالراحة عليا. أنا يا ستي اتفقت مع عبد العزيز إننا هنتجوز بس بعد الانتخابات. هو ده كل الموضوع خلاص. بطلي بقى قفش عليا شوية. ثانية دلوقتي أنا جاتلي 100 سؤال. انتخابات إيه؟ علاقة الانتخابات بجوازنا؟ وبعدين أنت ما قلتليش الكلام ده ليه قبل كده؟ بالراحة، واحدة واحدة عليا هفهمك كل حاجة. البت دي يلزمها قرص عشان تعرف هي بتلعب مع مين. لا عملية نظيفة من غير دم. طب بقولك ايه عم اسمع، وديها عند عمتي رتيبة هناك في الجبل. ولا هناك ده، هناك هتتربى، هيعلموها العجين والخبيز والتلدين. لا ما خلص بقى شغلنا وبعد كده تفرج. والله العظيم يا عمي، وحياة عظم التربة عندي هنا هم ما يتلم. هخلصه بأمر الله وبعدين اجيلك. ماشي سلام. كل حاجة وليها حل يا جماعة. ما انت شايفه مصمم ازاي يا زيدان بيه؟ ما هو ما ينفعش برضو يا حاج. الله، واحنا صغيرين. انا وعدت اهلي والناس ان اخش الانتخابات يبقى لازم هدخلها. ما هو الحاج هيتفق معاك ويدفع لك اللي صرفته يا زيزو. وانا مستعد يا بيه. الله ينور عليك. هدفع لك كل اللي صرفته. وفي يقول لي يؤمر بيه الباشا. ساحب بقى وكفايه عليك كده. وبصراحة ربنا بقى، انت بتنام في المجلس وبتصحى ساعة التسقيف والناس زهقت. سامع قلة الأدب بتاعك يا زيدان بيه؟ بالهداوة بالهداوة، انتوا لو دخلتوا وسط بعض كده الأصوات كلها هتتفتت. خلاص، يبقى اللي يختاروه الناس حلال عليه. بص بقى، أنا هجيب معاك من الآخر، هدفع لك 2 مليون جنيه كاش، بس بعد ما تتنازل وتنسحب رسمي. يبقى قابلني ساعة التصويت، ولو فكرت تنسحب مالكش عندي جنيه. مات الكلام. اوعي بقى سريعه تسمعنا بقى. اوعي بقى ما يصحش كده بقى. اوعي صح انك تسيب البيت وانا مش عارفه حاجه. يا ستي مخنوق شويه، هروح اقعد في شقتنا القديمه يومين وبعد كده ابقى ارجع لك كل الحكايه. خلاص بتكدب على امك وانا تايهه عنك. اذا كان اخوك مزعلك في حاجه قول لي وانا ارسل لك قرصه من بتوع زمان. ترسي مين ياما؟ زيزو كبر خلاص، كبر وما بقاش ينفع معاه لا قرص ولا غيره. يا ابني قول لي بس حصل ايه؟ ما تتعبنيش، انا كبرت على الحاجات دي. هنعمل ايه في موضوع جوازي من نسمه؟ انتوا مش اتفقتوا ان اخوك هيجوزها لك بعد الانتخابات؟ ايه اللي جد في كده؟ اللي جد ياما ان زيزو ما بقاش شايف قدامه اي حاجه غير مصالحه بس. وبعدين ذنبها ايه البت الغلبانه دي؟ تفضل قاعده مستنيه سنتين وبعدين يا عالم هيوافق ولا مش هيوافق؟ مش ممكن تجيله مصلحه من مصالحه اللي بتجيله دي؟ ياجل لي جوازي سنتين تانيين ولا يلغيهولي خالص؟ قلت لي بقى
انت رحت قابلتها بقى ومليتك بكلمتين على بيتك على اخوك. اسمع يا حبيبي، ما بيغربش بين الاخوات غير النسوان. ستي حرام عليكي، حرام، ما تظلميهاش وما تظلمينيش انا كمان. انا لا هظلمها ولا تظلمني، اعمل اللي انت عايزه، بس لو اتجوزت من ورا اخوك انا مش داخله لك بيت. يا ستي ما تخافيش، انا مش هتجوز من وراك، والله ما هتجوز من وراك، انا هبعد بس تجنبا لاي مشاكل ممكن تحصل، وبعدين هبقى ارجع تاني. هروح فين يعني؟ ما تخافيش قوي كده، هو انا ليا غيركم؟ طيب يلا، طيب روح افتح لك يومين، هدي نفسك يومين يلا. سلام ماما. هو ايه الناس دي يا باشا؟ انا الناس دي يعني بالنسبه للراجل الغبايب ده ايه؟ مش مهم انا هعرفك عليه بعدين، مش مهم دلوقتي، خلينا في الاغاني. مش مديني وانا صلاح نظم شويه يا مش دلوقتي الحاجات دي، مش دلوقتي. اه من الحق، اول ما يجي النجم عايزين نهجم على طول، نخطفه قبل ما يخش لجنه التشاور بتاعته. مفيش لجنه تشاور ولا اي حاجه زي. بص اول ما اقدمك ليه تسمع اكتر ما تتكلم. مفهوم؟ مفهوم 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 مفهوم. ايه ده يا باشا؟ ده صاير قوي، مش زي ما بيجي التلفزيون. هو سابخ معالي الباشا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك عبد العزيز؟ اتفضل معاليك. اهلا عبد العزيز، ولا اقول لك زيزو زي بقيه اهل الشارع؟ اللي رايح سيادتك يا باشا. محمول الصيني دمرنا يا فندم. يا معالي الباشا كده باين علينا هنغير النشاط وهنقلب لبياعين فشار. ما هو الفشار بيكسب برضو. انا عايزكم تلايموها بسعر الاوروبي علشان تقدروا تنافسوا. بنلايمها على الاخر والله يا فندم، بس محتاجين توجيهات سعادتك. يا معالي الباشا، الباب اللي اتفتح للصيني على البحر ده محتاجين معاليك ترده لنا ولو شويه. ايه رايك يا عبد العزيز؟ والله يا باشا سيادتك، انا رايي يعني ان احنا نقفل على الصيني ونقفل على الاوروبي ونبدا بقى نفيد بلدنا ونصنع في بلدنا يا باشا. نعتمد عليك في الحكايه دي. سيادتك ادي بس الضوء الاخضر لنا واحنا نبدا التصنيع على طول. وداخل مقعد عمال وانت فئات من زمان. ردنا على الصيني ده شويه يا فندم. البلد فيها قوانين ولوائح لازم تتبع. روح لعهدي وتكلم معاه. شكرا يا فندم. متشكرين يا باشا. العفو. تعالى يا عبد العزيز عايزك. جدا يا باشا. سلام. خلاص انا اسفه. قولي لا ما تغلبنيش. دوج 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 يعني ايه بقى؟ دوج يعني كلب، قلتها لك 50 مره. دوج يعني كلب، سهل خلاص دي عرفتها. قولي جمل. هي مكتوبه قدامك عربي ولا انجليزي؟ هي مرسومه قدامك عربي ولا انجليزي؟ انا قلت لك 100 مره ما تبصيش على الصوره والكلمه نفسها. طب هو الكلمه نفسها مكتوب انجليزي. افتح لك. طيب خلاص. طيب كمل خلاص، اسيبك بقى تكمل مذاكرتك واروح انكد شويه على جدتك. ها استني يلا. ارحمني. خلاص متشكرة، شكرا. روح. شفتي حفيدك بيعمل فيا ايه؟ ايه ده؟ مالك؟ المرحوم عدى قدامك وقلتي تدمعي لي بدمعتي؟ والنبي يا سناء ما تهزريش، لحسن انا اللي فيا مكفيه. مالك يا ماما؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ عيالي هيتفرقوا يا سناء، هيتفرقوا. جلال الطوخي جاني وكان ناقص يبكي بالدموع. هتعمل ايه معاه؟ الناس هي اللي هتعمل معاليك، وبعدين سيادتك احنا الناس زهقت ومحتاجه تغيير. نسيت ابارك لك على شركه التسويق العقاري اللي انت عملتها من 9 شهور. شغاله ولا بتقابل عكوسات؟ مفيش اي عكوسات سعاده الباشا، طول ما حضرتك بتمنى علينا بالنصيحه مفيش اي عكوسات. الشركه وصاحب الشركه يا باشا، ولو الطوخي يهم معاليك تبقى دموعه كمان غاليه علينا احنا كمان. ما حصلش. احنا عايزين ناس حلوه للمرحله اللي جايه. عبد العزيز اصله تربيتي ما عليك. دماغه متستفه وفاهم في كل حاجه. عارفه يا زيدان عارفه. انا مش هسيبك تعمل اللي في دماغك لانك عاجبني. واحنا متابعينك من زمان. من اول صفقه الجزم وبودره الميلامين لحد المدن الجديده. سيبك من المجلس في الدوره دي. لأننا عايزينك في حتة أهم. ما تسرحش، مقعدك موجود في الدورة اللي جاية، بس هتبقى فئات وده وعد.
بس هنبعتك اوروبا بقى تعمل 2 دكتوراه في 3 4 اشهر وتيجي. يعني سيادتك الطخ كده يعني خلاص هو اللي هينجح في الدوره دي؟ ما قلت لك بقى انسى الماضي وفكر في كلامي. طيب يعني تنصحني اعمل معاه ايه سيادتك؟ خد حقك بس خف ايدك على الراجل. شغل المحمول ما بقاش برستيجك، التسويق العقاري والبورصه اشيك بكتير. عن اذنكم. ايه سرحان في ايه؟ قال لك انسى الماضي. يلا تعال يلا لازم. بتزعجي ليه؟ انت مين؟ وربطاني هنا ليه؟ معلش يا عروسي، مفيش هنا خدمة 5 نجوم زي الأكاندا اللي خنتي صاحبها وقعدتي تحفري تحتيه لأجل ما تخربي حياته. زيزو يا زيزو الحاني يا زيزو، عشان خاطري تعالى فكيني. زيزو مش هنا، زعجي براحتك محدش هيسمعك. خلاص خلاص أنا مش هزعق، مش هعمل صوت، أنا غلطانة واستاهل اللي جرالي، بس عشان خاطري فكيني. دلوك هتقولي غلطانة؟ أيوة غلطانة، وعارفة غلطتي، أنا اللي بلغت عن زيزو، وأنا اللي كنت عايزة أدمر مستقبله زي ما أنتي بتقولي، بس خلاص تبت ومش هعمل كده تاني، خلاص مش هعمل كده تاني. واللي يغلط مش يدفع تمن غلطته؟ أدفع إيه بس؟ ما أنا بعتذرلك أهو. طب بصي كلمي زيزو في التليفون وأنا هعتذرله بنفسه، مش هشوف وشي تاني، مش هشوف وشي تاني خالص، عشان خاطري فكيني مش قادرة اتنفس. ما تخافيش هتباتي الليلة دي بس، يعني قصاد اللي عملتيه. لا لا عشان خاطري مش هينفع اقعد هنا، لو قعدت هنا هموت من الخوف. موتي براحتك وهندفنك هنا تحتيكي. طب اعمل ايه بس علشان تصدقيني؟ هتقعدي هنا لحد ما عبد العزيز يقول خلاص سامحتها، ساعتها هرجعوكي مطرح ما جاتي تتمسي بالخير. يا حجة يا ست يا حجة. أنا هخش مستقلة يا باشا. زيزو احنا مش صح ان احنا ناخد قرار خطير وكبير بالشكل ده ومخنا سخن واحنا منفعلين. وبرضه مش معقول يا باشا اصرف المصاريف دي كلها واعمل دعاء قدام اهل دارتي وفي الاخر انسحب فجأة عشان البيه راح يعيط لصاحبك. يا سيدي ومين قالك ان احنا هنعمل كده اصلا؟ انت بتعمل ايه؟ بتطفي السيجاره فواحه؟ ايه يا زيزو؟ هي دي فواحه؟ ما طبعا دي ما طفايه. ايه يا عبد العزيز؟ يعني دي مش طفايه؟ لا طبعا مش طفايه. شيل شيل لو بتاع شيل. اصل انا بقالي 4 شهور بطفي فيها. شيل حد يخش هنا شيل. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انت هتنزل مستقل وانا متاكد ان انت هتكسب، بس انت موافق تخسر صاحبك؟ طب انت بس قول لي ايه اللي مزعلك في كلامه؟ الراجل ده بيخوفني، يا اما مش ناوي على خير. ازاي بقى وهو قايل لك مقعدك محجوز الدوره اللي جايه وفئات وده وعد مني؟ مش هو اللي قايل الكلام ده؟ فئات اه فئات، دكتوراه من اوروبا في 3 شهور. الراجل ده بيتريق عليا عشان ما كملش الدبلوم. ما حصلش. في لعبة السياسة في ناس كتيرة جدا عندهم شهادات دكتوراه بنفس الطريقة دي يا زيزو. بص يا باشا الموضوع كده شكله لا يبشر بخير. عبد العزيز احنا مش هنقدر نخسر الراجل ده. وبعدين هو تلاقيه رمالك حتة تسيبك من المجلس دي عشان يمتحنك، يعني اختبار عايز يشوف هتتصرف ازاي، رد فعلك ايه، هتسمع الكلام ولا لا. انا قايل لك بعد انتخابات الرئاسة اللي جاية البلد هتتغير وعايزين الناس اللي زيك، افهم بقى. عايز ايه يا سناء؟ الله ما انت عماله ترن ترن، طلعت عين اهلي. طب ما يمشي وحر. الله بالراحه بالراحه. سلام. بص يا باشا كان ايه بقى نشرب عليه ميه؟ انت بتزعق ليه دلوقتي؟ مخنوق مخنوق انا. لا روق يا زيزو عشان نعرف نتكلم. بصراحه يا باشا الراجل ده شكله غريب كده، مش هناخد منه حاجه، ده سابخ شنب يا باشا، راجل عقرب. لا وانت الصادق ده مربط الفرس. مش انت اللي قايل لي اللي تلعبه وكسبه؟ لا. امال قلت ايه؟ انا قلت اللي تكسبه لعبه. ايه اللي تكسبه لعبه؟ انا بقى هطلعك كسبان بورقه الانسحاب الخسرانه دي، ايه رايك؟
اهلا يا حبيبي. ازيك يا عاصم؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه الريحه الغريبه دي يا عاصم؟ ايه يا ابني ما تهوي الشقه؟ من امتى بتشرب سجاير يا استاذ؟ اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا بقى جايبه لك المكرونه بالبشاميل اللي انت بتحبها. يعني ما عدتش بتعدي عليا في المعرض ولا حاجه يا عاصم حتى تسلم على ابوك؟ سنه كويسه. يا اقل ما فيها بتسال عليا بالتليفون حتى. عاصم انا عايزاك تفضي نفسك بكره يا حبيبي عشان هنروح مشوار مهم. مشوار ايه؟ امك يا سيدي جايبه لك عروسه بتقول عليها بنت ناس ومحترمه. قال لكم ان انا عايز اتجوز؟ حالك وعيشتك يا عاصم هم اللي قالوا لنا. انا يا ابني انا محتاجه اشيل ضناك قبل ما اموت. لا لا يا بابا ما تقولش كده يا بابا، انا من غيرك هموت. بعد الشر عليك يا حبيبي، ربنا يخليكوا ليا ما يحرمنيش من دخلتكم عليا ابدا. انا يا ابني مش هتقل عليك، مش هقول لك شوف، بس انا عايز اشوفك برضو بتجوز ومرتاح يا ابني. عايزني اتجوز واحده تانيه واصدمها معايا؟ مش كفايه قلوبنا يا حاج؟ ظلمتها وجرحتها ورمضت شرفها. هي كويسة؟ ايه يا ابني عندك امل يعني انها ترجع لك تاني ولا حاجة؟ لا ما عنديش امل يا بابا، ما عنديش امل يا حاج. انا بحاول انسى، انا هقوم، انا تعبان. هو عاصم ماله يا حاج؟ عاصم بيضرب مخدرات يا حاجة. يا مصيبتي، هي حصلت؟ طب واحنا هنسكت؟ لا طبعا مش هنسكت، بس لازم اشوف صرفه في الهباب اللي وصلنا له ده. ايوه طيب مال بس يا بهلله يا جدع اهو. فل يا عبد. هوينا ايه يا عم؟ هوينا اللي كل ما اتقابلنا بيها ديت. ما تشتري لك مروحه من شارع عبد العزيز، ما بقاش قلبك حامي زي الفلفل الاسود كده. ده التعب بروق وبهوى اهو، بس من ريحته كده معسل لوحده. معسل لوحده هيخاف يعني. بيترعش على حد يا المعسل. الخلاصة حلو، فلوسك خلصت ورجعت للمعسل لوحده. أثر يا معسل انت وهو، انا خلقي ضيق. اسمع يا معلم بهلول، احنا عايزين ننسى اللي فات ونعدل الجمجمة. اطلع بالحشيشة بكره. الحشيش معاك يا شمرو، انت هتحور ولا ايه؟ ما انا ظرفهولك قبل اللجنة. يا عم انت مبكتش، ما كانش في لجنة واحنا جايين. الكلام ده كان امبارح؟ انا معايا حته من امبارح قبل اللجنه. مش عايز زفت، مش عايز زفت، ما تطلعش. بص بقى اسمع، احنا جايين لك في مصلحه لوز مقشر. بتغير بقى، بتجيب سيره مراتك اللي هي كانت طليقتك اللي هي بقت مرات زيزو. ومفيش جوزين يا ماما. خلاص يا ماما، عايزينك تساعدنا في انتخابات الباشا. الباشا ده اللي هو زيزو والخمسه دول، وعليهم خمسه يبقوا 19. هدبجك وقتي بس الباشا ينجح. الباشا بتاعكوا ده مش هينجح. خلاص بقيت بتقرا الكف؟ بقرا الكف وبقرا الطالع كمان. اوعوا تفتكروا ان زيزو بتاعكوا ده يقدر يوصل لبعيد، ده كل خطوه بيخطيها بيحفر شبر من قبره. طب بفكك من خطبه القبر دي وتركز معانا. على فكره بقى زيزو فله زي ما انت شايف اهو، القرش بقى بيجري في ايدينا والناس بتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسام مالينا كراويه. كراويه ده عشان بس انتوا رضيتوا تبقوا عبيده. بقول لكم ايه، انستوا يا خدامين الباشا، يلا يلا بتقرا من اللحظه دي. من اللحظه دي، من الدقيقه دي، من الدقيقه دي انت من طريق واحده من الاخوه الاعداء. سلامه يا اخوه اعداء.
خلصتوا الاغنيه بتاعتكم؟ يلا يلا خليك. سلام يا عم، توكل على الله بقى. سلام يا حبيبي. بس اعرف طريقك منين يا ابن عبد الرحيم عشان اوصل لك. يعني ايه تنسحب من الانتخابات؟ ده احنا لحد دلوقتي صارفين. مفيش حل تاني. طب ما تخش مستقل. كمل اول يا حبيبي، لكن دلوقتي المصالح تقف. اسمع اياد، انا عايزك تمشي الدعايه الانتخابيه على الشعره 10 على 10. تعلق بوسترات وتذبح ذبائح وتاكل الناس. ايه وليه هنصرف ده كله طالما هتنسحب؟ عشان لما اجي اتفاوض مع الطوخي دماغه تلين. هو عرض عليك يعني يدفع لك وتنسحب؟ عرض 2 مليون وانا رفضت. والله 2 مليون مش وحش، بس المهم ما نصرفش ولا مليم تاني. لا بس انا في دماغي حاجه تانيه اهم. ايه هي؟ شيء ايد. هاتي. ايه ده يا بنت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اهدى يا عم السخن. احنا اتجوزنا النهارده. عرفي؟ لا عرفي احنا هنا في العرف برضه، ده مأذون وشهود والاسامي كمان اسبوع، احنا ما نضيعش وقت. يا ولاد المجانين. لا بقول لك ايه، احترمني قدام المدام. تعالي اقعدي يا مريم. بصراحه انا ما قدرتش اقاوم حنيته وصدق كلامه، وبعدين اياد بالنسبه لي فرصه ما تتعوضش. والله العظيم انت الملاك اللي ربنا بعتهولي. زباله انتوا عيال زباله، يعني حتى كلام الحب مش جايب معاكم. يا عم قوم هز طولك وقوم اعمل اتنين ليمون. يلا. الله، اخيرا بقى في حاجه تفرح في الدنيا. قبل ما تفرح كده لعبد الرحيم يا رب ان شاء الله. بس بقول لك انا مش هسمح لك تسكن انت والبت في المخروبه بتاعتك دي. لا احنا عاملين حسابنا هنجيلك عشان ناخد شقه وهندفع فوري كمان. لا من غير ما تقول يا اخويا، عيب بقى اللي اتقال بتدفع ايه، ده انت حبيبي يعني. مش كنا جبنا امك تيجي تفك عن نفسها شويه بدل الكآبه اللي هي معيشه روحها فيها من يوم ما اخوك مشي وساب لنا البيت؟ فضك بقى من موضوع وليد ده، خلينا نشم شويه هوا. هوا؟ وانت يا اخويا يوم ما خرجتني يعني تجيبني في المكان العظيم ده خير ناقح عليك في ايه؟ افهمك بعدين. اتفضل يا سي عبد الرحيم. ايوه كده يا عم، دور بقى. والله ما حد علمك الا ماضه وطوله اللسان غير مرات ابوك. مين مرات ابوك دي؟ يا دي النيله عليا يا واد انا. شويتين حم الشام والنبي يا ابني هنا. وكتر الشطه يا عم. على عيني يا غالي. قول لي بقى، اشمعنى المكان ده؟ بيفكرك بمين؟ بيفكرني باغلى الناس، ابويا الله يرحمه. ايه ده؟ هو انت هيك اب؟ امال قطفوني من على الشجره يا حمار انت؟ طبعا ليه يا اب. سبحان الله، سألت أبويا نفس السؤال في نفس المكان وجاوب نفس الإجابة. أمال فين أبوك؟ أبويا ومامتك راحوا عند ربنا. وفين ربنا ده؟ شوف بقى يا سيدي، ربنا موجود في كل مكان وشايف كل الناس، بس مكانه فوق في السماء. يعني ماما دلوقتي في السماء؟ عليك نور. أمال مين دي؟ أنا الأول اللي عطاك لكل حتة، أنا اللي هقطعك حتة. تعالى هنا. سيب الواد. لا تعالى. خدمة تانية يا أستاذ. ربنا يخليك، استنى يا بركة. يجرب؟ اقعد طيب، اوعى تقع. ربنا يخلي لك الهنا والبس صغير، بس أنا مش فك يا أستاذ. حلال عليك. الله يخليك، متشكرين عليك. نعم بجد والله. عارف ده اسمه إيه؟ حمص الشين طبعًا. مالك؟ زيزو مساهم في إيه يا أخويا؟ لا أنا تمام، مفيش حاجة. طيب. تحب نمشي من هنا؟ اصلي حاسس ان انا لو بصيت في اي مكان هيطلع لابويا. يا القرف ده، نزلنا عملوا مش القطه بتاعت العربيه. طالما ما حبيتوش تبقى بشره خير وهتطلع غير ابوك. وماله ابوه؟ سيد الرجاله كلهم. زيزو، هو انا هخلف امتى يا اخويا؟ نعم يا اختي، ده انت عامله زي العربيه اللي معمول لها عمره ولسه في التليين، تخلفي ده ايه؟ ليه يا اخويا؟ هو انا ناقصه ايد ولا رجل؟ هو انا كل ما هفتح معاك الموضوع ده تقفله معايا بالطريقه دي؟ ما تطلعيش عين امي يا راجل. هو انا بقول لك اكسيني؟ ده انا بقول لك عايزه اخلف منك. نفسي في واد متشرد زي الواد ده يجي يتخاوى معاه. هو انت كل يوم تتخانقوا؟ اتفضلوا قدام عبيد. عبد العزيز، خير يا أم عبد العزيز؟ أنا زعلانة منك وعاتبة عليك.
عشان قصة وليد مش كده؟ لا، عشان كنت فاكرة لما مراتك تكلمك وتقول لك أخوك ساب البيت تقوم تسيب اللي في إيدك وتجري تشوف أخوك. وليد ما بقاش صغير ياما، هو حر. وبعدين من الآخر بقى، ابنك عايز يلوي دراعي عشان يعمل اللي في دماغه. وليه أنت شايفها كده؟ ليه ما شفتهاش إن أخوك زعلان عشان البنت اللي أنت عايز تحرمه منها؟ قولي لي ياما، أنا عمري قصرت معاكوا في حاجة؟ لا يا حبيبي عمرك. طب لما أطلب من حد فيكوا حاجة يقوم يستخسرها فيا؟ لو الحاجة دي عينيا اديها لك وانا مبسوط. امال ابنك مش عايز يطوعني ليه بقى؟ لا يا حبيبي، لو عايز عينيا عشان تشوف بيها ما استخسرهاش فيك. لو عايز عينيا عشان اشوف بعين واحده تبقى ما بتحبش امك. عايزه ايه؟ عايزه ما تدخلوش الشيطان بينكم وتفضلوا اخوات تحبوا بعض. ماشي، بكره الصبح هسيب لك 100,000 جنيه تديها له وتروحي تخطبوا له البنت اللي هو عايزها، بس اعملي حسابك انا مش راضي. لا يا حبيبي، الحسبه مش حسبه فلوس يا ابني. انا قلت اللي عندي يا امي. اصبحوا على خير. اللومنا. ايوه يا عصام، عايز اتكلم معاكي لو سمحت. اتكلم معايا هنا زي ما تحبي. من فضلك امشي، انا مش مستعده اتكلم معاك. أرجوكي، أنا في ظرف محتاج جنبي قوي. من فضلك، مفيش كلام بيننا ممكن يتقال تاني. أنا فكرت في كل اللي حصل بيننا، لقيتني مش قادر. من فضلك، كفاية بقى. أنا عارف نوعية الشغل بتاعتك بتخلص دلوقتي. أنت كمان عرفت تفاصيل شغلي؟ أنا مش مصدقة أنت بتراقبني ولا إيه؟ أنت عايز مني إيه؟ طب هنتكلم إزاي بس وأنت عصبية كده؟ يبقى أتكلم أنا. حضرتك جاي تراضيني بكلمتين، مش كده؟ أنا توقفت على الشغل. تحقيق ونهاية بقى، بس كل ده مش مهم. مهم انت، انا محتاج جنبي قوي. حتى اوعدي انك تفكري. والله العظيم بتغير. خلصت كلامك؟ احنا الاتنين بقينا ناس تانيين يا عاصم. مش انا الست اللي انت جوزتها ولا انت الراجل ده. خلاص بقينا ناس تانيين، انساني بقى. يعني ما ينفعش حتى نحاول تاني؟ أنا مستحيل أفرط في حريتي تاني لأي حد مهما كان. ولا حتى عبد العزيز؟ يا دي عبد العزيز، ممكن أسألك سؤال وترد عليا؟ إيه عكس الحب؟ كورة؟ لا، عكس الحب ولا حاجة. عشان أنت لو بتكره هتكون لسه مرتبط باللي أنت بتحبه، في مشاعر جواك ناحيته. لكن عكس الحب ولا حاجة، بيبقى اللي قدامك ده هوا. أنت فاهم؟ بس أصدقك، بس مش عارف، حاسس انك لسه بتحبي. تخيل ان انتوا الاتنين زي بعض بالظبط، نفس الانانيه والقسوه وحب التملك. والابشع من كده القناع الكذاب اللي بتداروا بيه الوحش اللي جواكوا. سيبوني في حالي بقى. هو ده الدكتور اللي شفناه انا وانت في البرنامج بتاع التلفزيون؟ يما ما انا عارفه، بس في التلفزيون بيقعد يقول كلام، واما اجي اقعد قدامه يقعد يقول لي في كلام تاني. ده حتى الادويه اللي هو كتبها لي ولا طلعت منشطات ولا بتاعت خلفه، ده طلع فيتامين يما. خلاص مش مريحك، نروح لدكتور غيره. لا بقى، هي شغلانه ولا ايه؟ هو ايه اللي لا مش فاهمه انا يعني. بقول لك ايه، اسكتي انتي، اذا كان عبد العزيز خليه يجي يوصلني. حاضر. ايوه حبيبي، ازيك؟ لا دي ماما جنبي بتسلم عليك. نزل معانين تروحوا يشتروا شويه حاجات. لا زمانهم جايين. حاضر حاضر، مع السلامة. أنا بكذب عليك يا أمه. زيزو مش عايزني أخلف. وأنت سمعت الكلام يا خايبة يا عبيطة؟ ها؟ بعد كل ده عايز العيل الصغير ابنه يشيل الشيلة كلها؟ نفسي أفهم، مش عايز يخلف منك ليه يا بنت الشرشابي؟ مش عارفة يا أمه، ما هو ده اللي هيجنني. مرة يقول لي أصلي متعقد وخايف أحسن تفتصي وتموتي وأنتي بتجيبي لي العيل، ومرة يقول لي إنه مش جاهز. أنا مش فاهمة هيجهز إيه أكتر من اللي هو جاهزه ده؟ دبسيه يا موكوسة، دبسيه. بت، أنتي مركبة شريط؟ أيوة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، لازم نروح للدكتور تشيل الشريط ده وتحبالي. طب وفريدي زيزو زعل؟ ولا فريدي يحكم رأيه إن أنا أنزل البيبي؟ ولا فريدي إنه طلقني ورحت في 60 داهية؟ أيوة، طول ما انت خايفه منه
وقاعده تحت رجليه هيعمل كده. طول ما انت خايفه لا يطلقك هيعمل كده. يا بنت يا بنت اسمعي كلامي واعملي اللي بقول لك عليه من غير ما اقول له. اه يا عبيطه يا بنت العبيطه. انا مش فاهم يا باشا ايه الزياره الغريبه دي. مش ابو نسب برضه بهلول ولا ايه؟ ده كان عيش وملح. كنت وكنت فعل ماضي منصوب بالفتحه. فتحه ايه بقى؟ انا عايزك تركز معايا. هات من الاخر يا باشا، طلباتك ايه؟ فضلت تسرق الحاج وتدي لمراتك لحد ما بقوا 65,000، وجي هو بقى خدها بفلوسها. بس الحق انت طلعت ذكر، خدت فلوسك. ما خلص ولا لسه؟ بح خلصوا خلاص، بس انا ما خدتش فلوسي كلها، انا فاضل لي 25,000. طب مش تقول كده، عايزهم؟ يا ريت يا باشا. بس ازاي من غير بس؟ لو طلعت بقى كفاءه ومطقطق ورد سجون بجد هتاخدهم وتاخد فيهم مكافاه كمان. كفاءه ومطقطق في ايه يا حكيم دار؟ انا حاسس بيك يا بهلول. انت لو كنت عايز فلوس كنت طلبتها، لكن انت بقى نار الغيره واكله قلبك. بس خد بالك، الواد جامد وعظمه ناشف، ممكن تيجي تعلم عليه يكسرك ويفضل مخليك مطاطي طول عمرك. انا الدنيا بدياني ظهرها وطولها زي عرضها، ما بقتش تفرق يا باشا. فكر ورد عليا. افكر يا باشا، بس افكر في ايه؟ الانتخابات بخناقاتها ودوشتها قربت، وده مولد. لو فاتك بقى شيخ بهلول يبقى كل مولد متطير.